براويز كتير جوه كل واحد منهم حكايه بدات في الجامعه من سنين، مرت عليها حكايات ومواقف كتير ما تتنسيش، حققوا كتير من الانجازات واجهتهم برضو عقبات، وعشان كده قررنا نفتكر معاهم اللحظات دي ونحط كل واحده منهم جوه البرواز بتاعها. في العادي كل نشاط بيحاول يفيد نفسه وتعرضه، لكن انت تحط كل طاقتك ومجهودك عشان بس تفيد غيرك بره اطار الجامعه والدراسه، هو ده اللي مش شائع قوي بالنسبه للانشطه الطلابيه، وهو ده كان هدف على شركه بلد اللي قدر انه يكتشف 12 جامعه في مصر ويفيد الاف الاسر الفقيره، خدمات توعيه قوافل طبيه وغيره كتير. وعشان كده هيكون معانا البراويز النهارده اسلام علي مسؤول العلاقات العامه 2013، وزين الاشرف احد المسؤولين العلاقات العامه السنه دي. تعالوا نشوف هيقول. التغيرات اللي حصلت او الفروق اللي حصلت ان العدد مثلا كان بيزيد، احنا لو بادئين مثلا 11 واحد ده يعني من قبل ما نادي حتى، بعدها تطورنا بقينا 40 80 بقينا نعدي ال 100 في فتره عدينا ال 200، دي اهم التطورات يعني، ده كان بيسهل الشغل بنسبه كبيره. اللي فرق عن زمان مثلا ان احنا زمان ما كانش عندنا ستور، فده كان بيعمل عكس بشكل كبير يعني في الفلوس، لكن حاليا في ستور وده بيسهل جدا في الفلوس. قبل ما ندخل ما كانش في فريق اسمه التوعيه، فاحنا فكرنا فيه عشان احنا مش هنعرف ننمي، احنا هدفنا التنميه فمش هينفع ننمي من غير ما نوعي، فكان هدفنا التنميه التوعيه، توعيه صحيه اخلاقيه عن اهميه العمل، فبدانا ننزل بالكومنت الجديده دي ان شاء الله هنشوفها. احنا عندنا يعني حته الفلوس يعني عندنا نوعين من المصاريف، نوع عن اهالي ولاء ونوع على انشطتنا احنا. الاثنين لا ما بيبقاش فيهم مشاكل الحمد لله، خصوصا من حته اهالي ولاء دي بنجيبها من خلال التبرعات احنا ومن اهالينا، فدي بتبقى سهله يعني. الجزء الثاني ده بقى الستور بيغطيه، وكمان احنا عاملين ديلز مع اماكن عامه بنحط فيها الستور وده بيجيب لنا دخل ثابت يعني يعتبر كل شهر. لا تمام، هي بتكون كويسه ان احنا بنمول نفسنا ذاتيا يعني مش بنحتاج لحد ولا اي سبونسر، بننزل اماكن عامه زي فايز الصاوي، بننزل نكلم الناس نعمل ببليستي، وبيكون معانا الستور بتاعنا بينز ونوت بوكس واقلام وحاجات كده بنبيعها باسعار رمزيه وبيبقى العائد بقى للعشان كده. اي حاجه ليها تاثير يعني، مثلا احنا في وسط البلد لما مترو مثلا جامعة النصر كان مقفول، ده كان بيصعب الموضوع وبيصعب الوصول للمنطقة مثلا عشان حصص وكده. الإجراءات مش بتاخد وقت كتير يعني يومين ثلاثة بس، مع بعد ما تنظبط الدنيا ورق بيكون عند الإدارة وكده وبعدين خلاص كله بيتظبط. هو مفيش أي حاجة مش مهمة، لأن في الآخر أي حاجة صغيرة بتتعمل بتكون في مصلحة ولاء ومصلحة الأهالي، فدايما بتكون كلهم مهمة بالنسبة لنا يعني. بس اكتر ايفنت مثلا كان معلق معايا مثلا كان معرض ملابس من سنتين تقريبا، يعني ده كان معلق معايا لان احنا ساعتها بيتنا في الشارع وكان في يوم بقى يعني. هو بالنسبه لي انا كزينة يعني انا كان اول ايفنت اكون مسؤوله عنه كان شد الخيط، كنا نزلنا الازهر نعمل بابتستي لينا يعني ونعرف الناس اهميه العمل التطوعي وكده، فكنت انا مسؤوله عنه، كان اول مره ابقى مسؤوله عن ايفنت كامل يعني. لا حاجات كتير يعني، هو فكرة إن الشباب أساسا أول ما تدخل الجامعة ما بيبقاش عندها هدف أو ما بيبقاش عارفة تعمل إيه أصلا يعني. أنا مش متخيل 4 سنين الجامعة منظوم بتعلم وبس يعني، بس فهي فكرة الأكتيفيتيز دي لا بتغير كتير جدا، خصوصا إنها بتحط للشباب أهداف وهو بقى عارف إنه ليه لازمة في المجتمع يعني. أول ميتنج شغل يعني، لأن أنا في شركة كنت خايفة جدا ومكنتش عارفة على طبيعتي يعني. هو بصي انا من ساعه ما دخلت اثر فيا حاجات كتير جدا اخلاقيا عامه يعني، اللي هو انا لازم اكون باخلاقيات معينه عشان اكون في المكان ده. يعني هو رمضان مميز على شركه بلدي لان بيتعمل فيه اكبر ايفنت لينا تقريبا اللي هو شنط رمضان، ده الفروع بتتجمع فيه ويكون يوم عالمي يعني في الجامعه الالمانيه، صادف ان هو كل سنين في الجامعه الالمانيه يعني. السنه دي حتى عملنا 3000 شنطه، اليوم كان حوالي اسبوع تقريبا في جي سي. في ايفنت كبير بنعمله كل سنه بيتجمع
فروع علشان كده بلدي كلهم في جي يو سي بنعمل تعبئه، وبعد كده كل فرع مننا بياخد الشنط بتاعته وبيوزعها في المنطقه اللي هو مسؤول عنها. وبعد كده في العيد معرض ملابس بنبيع الملابس باسعار مثالية، مثلا القطعه بجنيه عشان الواحد هو بيشتري ما يحسش ان احنا بنديله صدقه او كده، بيحس ان هو بيشتري حاجه ويفرح برضه بيعرف معانا. التواصل ما بين الجامعات يعني هو شيء قوي جدا لان احنا متعودين عليه دايما. احنا عندنا ان جي او هيد الجمعيه اللي هي اتعملت من 2002 دايما بتجمعنا، يعني اول السيزون هي بعد ما البريزدنتس بيجوا او الليدرز بيجوا بتجمعهم بقى، بيكونوا دايما على تواصل لان مثلا فرانشايز او فرع كذا عنده خبره فالفرانشايز بتاعنا يتبادل منها وهكذا. بس الدليل ايفنت رمضان يعني كان 9 فروع متجمعه فيه، فدايما في تواصل ما بينهم. دايما هو احنا عندنا حاجه اسمها بورد اوف ادفايزرز. بورد اوف ادفايزرز دول يعني مثلا كل اللي كان ريزيدنت قبل كده او مسك بوزيشن قبل كده او قديم بيتحط في حاجه اسمها بورد اوف ادفايزرز. البورد ده مسؤوليته انه بيتابع اي واي بي وبيتابع ماشي على الريت ولا لا، بحيث انه لو حصل اي خلل او حصل اي حاجه هم بقى بيدخلوا يا جماعه لا عايزين نعدل هنا عايزين نعدل هنا والمصاري بتاعنا، فهو دايما لا متابعين وبي يعني بيقولوا لنا مع بعض تواصل. ولو اي ايفنت مثلا تعبئه او قافله طبيه او اي ايفنت لينا بيجوا حتى لو اتخرجوا يعني بنشوف لسه بقى. السنه الجايه هيصادف ان احنا هنغير منطقتنا، المنطقه اللي احنا شغالين فيها بقى لنا 3 سنين تقريبا بلاقوا العيله هنغيرها. فلو هنضيفوا بقى هنضيفوا منطقه جديده. هو في كذا منطقه بيتم دراستها دلوقتي يعني لان اختيار المنطقه شيء صعب، بس من ضمنهم منطقه مثلا عين السيره وفي حته اسمها الكشاك هناك. بصي هو احنا بنكمل على اللي احنا بدأناه، يعني احنا ما بنكنسلش حاجه، يعني مثلا لو في سوق جديد هتتفتح او احنا ممكن نفكر في حاجه تنميه جديده ثانيه، بس لسه يعني ما تتمناش.